مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم همسات مضيئة. النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق جدا، وهنتكلم عن همسة جديدة وهمسة مضيئة. الأول أحب أرحب بضيف حلقتنا اللي منورنا، أستاذ خالد جهاد، صاحب سلسلة معارض أريج للأساس. أهلا بك يا أستاذ خالد، اهلا وسهلا استاذة دعاء، منورنا في استوديو الصحة الله والجمال. يخليك يا أستاذ خالد، الأول عايزين نعرف السادة المشاهدين، عرفنا بنفسك الأول بعد كده ندخل بقى على أريج للأساس. رب، الله يخليك. اوكي، انا اسمي خالد جهاد. طبعا انا بقالي في مصر هنا 10 سنوات. ابتديت في موضوع الفرنتشر من حوالي 6 سنين. تمام. طبعا مصر بقى لي فيها ال10 سنين دول كانوا شيقين جدا بالنسبة لمسيرة الشغل أو البزنس بتاعي. تمام. أنت في أريج للأساس، معارض أريج للأساس بدأتها إمتى في مصر؟ أنا قلت لك بدأتها من حوالي 6 سنين. تمام. طبعا في فترة قبلها تمهيدية، يعني تمام. فترة تمهيدية عشان تفهمي وضع البلد، عشان تفهمي بتدرس طبيعة البيزنس اللي الأحوال انت قاعدة تشتغليه. السياسية بعد والاقتصادية. بالظبط، بعد كده بقى يعني بعد ما دخلت بحوالي 4 سنين أو 3 سنين ابتديت الموضوع ده، موضوع تمام. الفرنيشر عامة. بدأت أول معرض مثلا فين؟ لا، أنا أول في المرحلة الأولية ما كانش هي معرض بصراحة، هي موضوع تسويقي بحت، أيوه. موضوع تسويق بظل ظهور الديجيتال ماركتنج، التسويق تمام. الالكتروني. هي كفكره كانت موجوده مطروحه من بدري، تمام. كانت موضوع تسويق اونلاين. هي الفكره الاساسيه هي تسويق اونلاين. انت هو عندك المعرض، المصنع، عندك المصنع وبتسوق اونلاين. ايوه بالظبط، جميل. تمام. فهي موضوع على في فكرة ناس البدايه كتير قوي في مصر وفي تخصصات كتير جدا، في مستحضرات تجميل وفي أجهزة طبية، حاجات كتير جدا شغالين كمنتجات أونلاين. صغيرة، كمنتجات صغيرة الحجم، سهل النقل، سهل الشراء. الموضوع ده بسيط جدا، بس لما تتكلمي عن موضوع كلمة أونلاين على قطعة فرنيتشر كبيرة، اللي هي أنتريه، اللي هي غرفة نوم، اللي هي صالون، هي برضو مخاطرة دي الفكرة. كبيرة هي طبعا بالنسبة مخاطرة، لك. هي كانت فكرة صعبة جدا، وهي في وكمان من عنصر ست سنين مخاطرة. يعني برضو الناس ما كانش عندهم ثقافة ان انا اشتري كل حاجة اونلاين. فعلا، هي دلوقتي بقت الفكرة تقريبا بنسبة 20% اتغيرت. مقبولة، 20% بس دلوقتي، قبل كده كانت 0% فعلا. بس ناس كتير وعرايس كتير ما عندهمش وقت، فبيضطروا ان هم يجيبوا الموبايل بتاعهم ويختاروا. هل انتوا عندكم خدمة الاونلاين دي دلوقتي متاحة بالنسبة لمعارض اريج للاساس؟ الخدمة دي متاحة، وبتقدموها ازاي؟ احنا بنقدمها بكل سلاسه بسيطه، يعني بآليه بسيطه جدا بنقدمها. انه العميل بيشوف صوره النهارده، كل الدنيا بقت على الموبايل، هي مش بس موضوع الفرنتشر. تمام. فبقى لما اي حد او اي ست تقعد بقى قاعده بتقلب بالموبايل بتاعها، بتشوف حاجه حلوه بتلفت نظرها، تمام، بتدخل عليها، بتختار اللون، بتختار، احنا عندنا اريد انه تختار اللون، تختار المنتج. جميل. يعني مش يعني بتختار بكافه الحاجه الاختيارات، زي انا ما مش هي. حاجه ثابته. انه انا مثلا في ناس كويس. بتشتغل برضو اونلاين مثلا، يعني انا مثلا عاجبني الانتري ده بس عايزه الوان كذا مثلا، هو ده طبعا متاح. اوبشن، ده متاح. حلو، كويس قوي. ما دام اريج او ما دام انا او اسره اريج ككل بتصنع، فالاوبشن ده بايدنا. لما تشوف صوره عايزه تلبقها على الاوضه، على الجهاز اللي هي جايباه كعروسه، فبقى الموضوع ده بيبقى انا مأمنها، مأمن لها الموضوع ده كليا. جميل. اختيار اللون، اختيار الخامه، اختيار الموديل، وكل اللي عليها هي تبعت صوره على البيج بتاع الفيسبوك او على رقم مخصص الاونلاين وبس. تمام. ونروح باعتين لها المنتج لغايه عندها، وعند ولا الاستلام بتدفع مقدم ولا حاجه؟ اي ولا اي حاجه خالص. طب ممكن مثلا كلاينت يلغي الاوردر قبل ما يستلم، ولا هو في ثقة؟ لا، هو في ثقة بين كويس. طبعا جمهور أريج عامة دلوقتي. جميل. طبعا الثقة دي طبعا احنا تعبنا قوي عشان عملناها. جميل. طبعا قبل ما بيطلع الاوردر في متابعة بيننا وبين العميل. طبعا انا هنطلع مثلا بكرة، هنبعت بعد بكرة، اوكي مثلا بنطلع الاوردر، جميل، بحيث ان هو الاوردر وصل عندها او عند البيت هيشيك عليه. كويس. في اي اختلاف للكلام او للمواصفات او للمنتج، من حق العميل ما يستلمش المنتج.
والله من غير ما انتوا بتدلعوا العملاء عندكم. هي ما انا بقول لك هي عنصر حلو مخاطره، جميل قوي. هو عنصر مخاطره يعني مثلا البنت او السيده، يعني انتوا بتسهلوا عليهم كل حاجه. انا دلوقتي لو عايزه انتري ادخل اريج للاساس بس، وبختار الانتري اللي انا عايزاه وبشوف الالوان اللي كمان المناسبه ليا وببدا ان انا اطلب الاوردر، بيتنفذ بقى في خلال قد ايه يا استاذ خالد؟ احنا التنفيذ عندنا دلوقتي بتنفذ بدايه من 48 ساعه. والله لكن تنفيذ منتج بيبدا من 48 ساعه. بيستلم امتى بقى؟ ما هو 48 ساعه نقدر نسلم. 28 ساعه وبتسلمه؟ 48 ساعه ممكن نسلم. انا حاسه ان انا بحلم. لا ما هي انا كنت بقعد سنين لما بطلب. بيرجع للقوه الانتاجيه. زمن اول خلاص يعني المنتج تروحي مثلا عند خمس ست شهور والله شهرين. العظيم انا عايز حاجه شهرين. طب والله هقول لك على حاجه، انا اختي لسه متجوزه من بقالها شهرين، كانت اختارت حاجات في معرض يعني بدون ذكر اسماء، قعدوا 3 شهور وفي الاخر قالوا احنا هنقفل المعرض وادي المقدم بتاعك وكون خلاص هيتجوزوا. ما هو ده العنصر قبل ميعاد الاستلام، الدوم المقدم. مع احترامي لحضرتك، هو ده العنصر. انتوا بتدلعوا الناس. لا لا، ما هو ده العنصر العميل النهارده، العميل بيفتقده. عنصر المصداقيه. يعني اهم حاجه النهارده السوق مفتوح، في اكتر من شركه فورنيتشر، في عندنا طبعا معارض كتيره. العميل يفتقد المصداقيه. العميل مش عايز حاجه. اصل فعلا انا لو اتعاملت مثلا مع شركه زي اريج للاساس، لقيت الخدمه كويسه ولقيتكم ان انتوا بتسلموا بعد 48 ساعه، هقول لصديقتي، هقول لوالدتي، هقول لوالدتي. انت صديقتك ولوالدتك واختك، فهو ده اللي بيعمل مصداقيه. الست سنوات اللي فاتوا، ميزه كويسه قوي. الست سنوات اللي فاتوا احنا 6 سنين اللي فاتوا كنا بنركز على النقطه دي، ما بنركزش على نقطه المكسب، ما بنركزش على نقطه ان احنا عايزين نشتغل. لا تمام، احنا عايزين نبني مصداقية، يعني نبني جسور الثقة بيننا وبين العميل الموصل. أي كان بقى، سواء أوضة نوم، أوضة أطفال، ليفينج، أي حاجة. 48 ساعة أي حاجة، يومين ممكن نسلمها طبعا. حسب مثلا في حاجات فيها عنصر صغير ممكن يأخرنا طبعا، دي باتفاق بيننا وبين العميل، هو بيتعاقد أو هو بيشتري أو هو بيطلب الأوردر. تمام. فبقى بس هو فعليا 48 ساعة. احنا فعلا دخلنا على البيتش من ورا استاذ خالد وقلبت فيها كتير جدا، وشفت فعلا الناس كلهم بيشكروا في ميعاد التسليم، يعني كلهم بيقولوا الحاجة بتيجي في ميعادها بالظبط، مش زي ما بيحصل مع بقية الشركات او سواء ورشة او اي حاجة، بيدونا طبعا مواعيد كتير والحاجة ما بتخلصش في الميعاد وبيبقى يعني مشاكل كتير جدا بتحصل. فانتوا بتوصلوا المنتج كمان لحد البيت وفي خلال 48 ساعه بيكون اتنفذ وخلص. فدي حاجه يعني حاجه كويسه وخطيره، يعني ممكن مثلا لو حد عايز يتجوز اسبوع واحد يكون خلص حاجه. على فكره بتمر عليا حالات زي دي والله يعني. جميل. بيجي مثلا احيانا مثلا احد المواقف اللي عدت عليا، دخل عليا واحد فعلا فرحه كان بعد يومين تماما. كان متعاقد برضو مع مكان على فورنيتشر وحصل خلاف بينهم قبل الفرح. هو حاجز قبل الفرح، ما هو حاجز ومأمن. ما دي نفس المشكله اللي حصلت معايا بالظبط، دي المشكله انا حصلت معايا. قال لي انا عايز منتج، انا عايز المنتج ده واللون برضو، مش بس اللي موجود. وكمان مش هيضطر ان هو يشتري المعرض. جاهز انت عملت له كمان، فصلت له. ما هو جميل. مش موضوع دخل المعرض ولقى لقى الحاجه قدامه. جميل. هو دخل عجبه منتج بس اللون مش لايق. وطبعا عارفه العروسه بتحب مثلا الوان الاوضه مع الوان يوم هو فرح، مش هتحط حاجه غصب عنها. انا عايز اللون ده. طب قلت له بكره تستلم. طبعا انا في حال اكيد هو ما كانش مصدق. مش مصدق. هو طلع مبسوط ولما استلم اتصل بيا يشكرني لغايه دلوقتي، بيكلمني يقول لي انا على فكره احنا دخلنا شفنا الحاجات دي كلها على الفيسبوك. الحمد لله. يعني ده برضو احد المواقف اللي حصلت معايا. في مواقف كتير حصلت معايا، بس يعني الموقف ده فعلا كان حصل معايا بناء على كلامي. سلمته في خلال قد ايه؟ تاني يوم يعني تعاقد معايا النهارده، تاني يوم بالليل كان المنتج عنده. ما شاء الله. حضرتك اللي بتشرف على المنتج وهو بيتجهز ولا لا؟ انا طبعا في معايا شريك طبعا. انا ده طبعا انا والاستاذ محمود شريكي طبعا. بحب اوجه له التحيه كمان طبعا. اكيد بنوجه له تحيه من خلال برنامج همسات مضيئه. تمام. استاذ محمود هو اللي ماسك بند التصنيع كشركه اريج للاساس، وانا ماسك بند التسويق. يعني احنا اول حاجه بتكملوا بعض. احنا طبعا تعرفنا على بعض هنا. كل واحد يملك فكره. ما الفكره على فكره بتكون بالظبط حاجه كويسه ومقبوله للكلاينت. وانا املك فكره التسويق. جميل. لما حطيناهم على بعض الحمد لله عملنا خلطه زي ما بيقولوا حلوه. جميل. قدرنا نقدم فيها حاجه للمستهلك المصري. حاجه حلوه، حاجه متينه، حاجه بسعر
قليل. عايزين نتكلم على الاسعار بس بعد ما نشوف الصور الاول، يا ريت في الكنترول ينزلوا لنا الصور عشان نوريها للساده المشاهدين. الاسعار بقى والماتيريالز اللي بتستخدموها، احنا يعني مثلا زي الانتريه ده الوانه هاديه وجميل قوي، ده ليفنج صح؟ ده ليفنج، ده بتبقى ركنه 3 في 2 جميله قوي والوانها هاديه، مساحتها 3 في 2 بيجي معاها بف صغير. طبعا لانه الناس كلها دلوقتي على حسب مساحه الشقق اللي موجوده في مصر بتبقى يعني جميلة. الوحده من 70 متر 80 متر بتبقى اغلب الناس بترغب موضوع الركنه. بس انا شايفه حاجه، الوان الحيطه يعني كان فيها الوان كده داخله في المخده، انتوا بترتبوا ده مع الكلاينت؟ عندنا اخصائيين بالنسبه للموضوع اختيار الالوان، تصميم الموديلات، تصميم ديكور المعرض، يعني في عندنا جميل. مختصين في الموضوع ده. ايوه بس هو موضوع الالوان يعني يتواكب مع الموضه ويتواكب مع مع الاطلاع على طبعا على موضوع الفرنتشر العالمي. جميل ما شاء الله، اللون ده تحفه، حلو قوي وطالع جديد حتى. اللون طالع جديد وفي الملابس وفي كل حاجه. ايوه بالظبط، حتى النهارده بتروح تشتري سجاده بتلاقي اغلب الموديلات الجديده نازله الكشمير نازل فيها. انواع الاخشاب بقى يا استاذ خالد بتبقى عرسان كتير وعرايس وسيدات عايزين يعرفوا نوع الخشب. ما هو طبعا ما هو الحاجه اللي هيستخدموها عشان حاجه مثلا تعيش. هي كل الناس في حاجه، بس انا عايز اوجهها للناس طبعا. كل الناس بتبص على او بتتجه لاتجاه واحد، نوع الخشب، وبتنسى كل البنود الثانيه. يعني اصل ما بيقولوا لو الخشب مثلا كويس الحاجه هتعيش ومش هتتكسر، مع ان مفيش حاجه ما بتعيش. مش بهمش، مفيش حاجه بتتكسر. والله انا لا والله انا مش بهمش موضوع الخشب. هو الخشب طبعا حاجه اساسيه لان هو العصب بتاع الركن او المنتج اللي انا بقعد عليه. بس الناس كلها بتتجه ناحيه الاتجاه ده وبتنسى البنود الثانيه. لا بتنسى البنود الثانيه، في بنود كتيره زي مثلا البند الاساسي اللي هو يوازي بند الخشب، بند الاسفنج. طبعا في اسفنج بيهبط بيخلي شكل الانتريه على فكره ده بند اساسي، يعني اغلب الناس بتجي لي بتقول انا اشتريت انتريه ما اتكسرش. ما هو خشبه حلو بس هو ما نفعش، ما بقاش ينفع نقعد عليه. فبقى البند الخشب وبند الاسفنج هما بندين اساسيين. بالنسبه لبند الخشب اللي احنا بنتعامل بيه، الخشب طبعا زان طبيعي. اما هو كل هو الناس بيبقوا عايزين هو زان. بص كمنتج فرنتشر مستهلك. المنتج جميل. المستهلك اكيد احنا عارفين ايه معنى المنتج المستهلك. المنتج المستهلك اللي هو المنتج اول ما نشتريه بنستخدمه، ما بيبقاش محطوط على الرف كده، ده منتج غير المنتج المستهلك. طبعا ده لازم يبقى متين. تمام، زي اي منتج مستهلك، زي الشوز مثلا، الشوز منتج مستهلك. ايوه صح تمام. ولا لا؟ تمام. بجيبه بعد اسبوع بتلاقي ملامحه بتتغير، استهلك. صح. فبقى لازم تهتمي في بنود فيه اللي هو اول بند الخشب اللي هو الخشب الزان طبيعي. والاسفنج بقى، الاسفنج احنا بنستخدم انواع كتيره طبعا كلها بكثافات تعدي 30. جميل. يعني اغلب المعارض بتلاقيها النهارده بالنسبه للاسعار اللي بنقدمها بتستخدم كثافات قليله، وده اللي بيأثر بالعمر الافتراضي للمنتج. بس احنا الكثافه اللي بنستخدمها ككثافه اسفنج لا يعني لا تنزل او لا تنقص عن كثافه 30. جميل. احنا طبعا بنقول بنوجه لكل عريس وكل عروسه عايزين يعملوا عفش البيت يتواصلوا دايما مع اريج للاساس، والارقام موجوده على الشاشه قدامكم. في خلال 48 ساعه تستلموا الاوردر، وعلى ضمانتي الكلام ده عشان انا دخلت على البيج. انا دخلت على البيج وشفت الناس كلهم بيشكروا في المواعيد. لا وعلى الكومنتس هتلاقي ناس طبعا كتير، كل الناس يعني انا ما شفتش ولا كومنت سلبي. طب ايه اكبر مشكله مثلا واجهتك في من كلاينت كان بيتعامل معاك وحصل دروب مثلا او مشكله؟ والله انا في مشاكل كتير بتواجهني، بتحرجيني في الموضوع ده. موضوع بصي مفيش حاجه سهله. اي بزنس، اي شغل، اي عمل ليه الروعه بتاعته وليه اللي هو ايه المصاعب او طبعا المشاكل اللي بتواجهك. طبعا اصعب المشاكل اللي بتواجهني موضوع عدم الالتزام بالنظام. يعني مثلا انتم ملتزمين بنظامكم ومواعيدكم، بس في مشكله بتواجهك مثلا ممكن ما يستلمش. طب انا جيت اتعاقدت معاكي على 15 يوم مثلا بناء على اتفاق بيني وبين حضرتك على 15 يوم استلام منتج. تمام، جينا بعد ال 15 يوم انا عايز اسلم، لا انا مش موجود. ما المنتج ده المشكله انت هتضطر ان انت عايز معرض تحط فيه الحاجه، مخزن. ما هوش معرض، انا المعرض بتبقى منتجات، ما بقدرش اعرض منتج لعميل بالمعرض. ايوه ده طبيعي. بس بتبقى في مشكله هنا كده، بتضطري تكسري السيستم. هو دي المشكله.
لانه اي حاجه بتبقى مش سيستمها ماشيه صح. كسر السيستم بقى تركنا على جنب. اوكي طبعا. بعد مده بعد 10 ايام مثلا اجي معانا قالوا عايزين لا مش موجود انا لسه ما رجعتش انا مسافر. طب أنا يعني زي ما انت ملتزم مع العملاء المفروض برضو هم يبقوا ملتزمين. ما هو طبعا ما هو بصي العمليه هي سلسله كامله. هي سلسله كامله. اوعى تحسبي انه البيزنس الواحد او الشركه اللي انت بتتعاملي معاها ليها سيستم وكاستمر مثلا ملوش سيستم. لا أكيد سيستم في واحد بيربط الاثنين. هم سلسله بيكملوا بعض. اكيد لو حد خل بالشروط العمليه باظت خلاص. طبعا. طب في فيديو احنا عايزين نشوفه مع بعض ونوريه للساده المشاهدين. استاذ خالد انت قلت لنا برضو قلت لنا الاشكال انا شايفه اشكال جديده وديزاين جديد انا اول مره اشوفه في الصور اللي اتعرضت للساده المشاهدين. مين بقى بيختار الديزاين والحاجات الحديثه دي؟ ما انا قلت لك احنا عندنا فريق. بالنسبه للموضوع ده في عندنا متخصصين باختيار الديزاين متخصصين باختيار الالوان طبعا مع الاطلاع على زي ما قلت لك على السوق العالمي بالنسبه للفرنتشر. النهارده في تطوير سريع في حداثه سريعه بس انا شايفه يعني عندكم حاجات حديثه اكتر وخلينا نشوف الفيديو برضو مع بعض. اوكي ماشي. جربتي قبل كده تشتري عفش بيتك اونلاين؟ ممكن يكون الموضوع صعب لاكثر من سبب. اول حاجه ممكن يكون مفيش معاكي فيزا، وتاني حاجه انك ممكن تدفعي رقم بحاجه ممكن ما تجيش، وتالت حاجه انك ممكن تشوفي حاجه حلوه وتجيلك حاجه مختلفه تماما، وده اللي بنشوفه النهارده على الانترنت. عشان كده احنا فكرنا نقدم لك طريقه بيع اونلاين بسيطه وسهله وامنه. وفي الفيديو ده هشرح لك ازاي تشتري منتجاتنا اونلاين. دلوقتي انت عايزه تشتري صوفة او ركنه او اوضه نوم او اوضه اطفال او اي منتج من منتجات اريج للاساس، هتخشي على صفحتنا على فيسبوك باسم اريج للاساس وتشوفي منتجاتنا كامله وتختاري المنتج اللي يعجبك وتعملي له ارسال على رقم الواتس المعتمد وترفقي معاه اسم حضرتك ورقمين تليفون والعنوان تفصيلا، وبعد كده هنتواصل معاكي وناكد مع حضرتك الاوردر، وقبل التسليم بيومين هيتواصل معاكي المندوب بتاعنا عشان ياكد مع حضرتك ميعاد التسليم بالظبط، واول ما يجيلك المنتج هتتاكدي بنفسك من المنتج والمواصفات اللي انت طالباهم. طب لو لقيت الحاجات اللي وصلتني مش نفس الخامات والمواصفات اللي انا طلبتها، اعمل ايه؟ عشان احنا واثقين بمنتجنا بنقول لك لو جالك المنتج مختلف في المواصفات من حقك ما تستلميش وما تدفعيش ولا مليم واحد ولا حتى مصاريف الشحن. طب انا في محافظه بعيده، هل بتشحنوا في كل المحافظات؟ مهما كنت بعيده هنقدر نوصل لك عشان احنا بنوصل لكل محافظات مصر. نحن في اريج الاساس بنحاول نقدم خدمه بيع اونلاين تكون سهله وبسيطه وامنه، وبنديكي 14 يوم استرجاع وضمان 3 سنوات ضد عيوب الصناعه. جربوا معنا خدمه الاونلاين واحنا مستنيينكم، وما تنسوش صفحتنا على فيسبوك اريج للاساس. زي ما شفنا مع بعض خدمة الأونلاين بجد خدمة رائعة وهتوفر وقت كتير جدا بالنسبة لسيدات وعرسان وعرايس، هتوفر لهم وقت كبير جدا. انت بتختاري كل اللي عليك بتختاره من على الموبايل بتاعكم التصميم والألوان وكل حاجة وبتستلموا الأوردر بكل سهولة وبكل بساطة. أستاذ خالد عايزين نعرف يعني مثلا لو حد خد منتجات من أريج للأساس بيبقى عليها ضمان برضو عشان بيبقى مطمن اكتر، الكلاين بيبقى مطمن لو الحاجه عليها ضمان، فهل انتوا بتوفروا الخدمه دي؟ طالما انت واثقه بمنتجك لازم تضمن. دي حاجه يعني دي قانون. جميل. انا بصنع حاجه حلوه متينه. ايه المشكله لما اقول لك انا ضامنها؟ هي الضمان دي بتخلي فيه ثقه بالنسبه للكلاين والثقه كبيره جدا. ثقة من ناحيتين، ثقة انا بقدم ثقة للي قدامي وانا واثق باللي انا حاجة. طبعا أنا بقى بديها. اكيد موضوع الضمان ده ضروري. طالما انا بعمل حاجة حلوة وبقدم خدمة حلوة اللي هي الخامة الرائعة بالسعر المخفض، فبقى انا بقدم خدمة لازم اكملها للاخر. الكواليتي كلها عالية، انا بدي ضمان على كل منتج لكل منتج من منتجات اريج. احنا بندي للناس ضمان 3 سنوات. جميل طبعا قوي. دي اول مرة اسمعها موضوع الضمان اللي هو على الاساس، بس يعني فكرة جديدة وحلوة، وتبقى فيه برضو الكلاينت يبقى مطمن أكتر وهو بيتعامل معاك طبعًا مطمن. طبعا ما هي موضوع الضمان ده ضروري. جميل. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك النهارده العميل يفتقد المصداقية، يحتاج إلى مصداقية أكتر ما هو يحتاج إلى منتج.
طبعا المنتجات كتيره، المصداقيه قليله، هي دي المشكله. ما في ناس تقول انا هشتري حاجه حتى لو اغلى شويه بس حاجه تعيش معايا العمر كله، كواليتي بالزبط. عالي، يبقى الماتيريالز برضو تستحمل بالزبط. لو في اطفال، لو في يتبعوها الضمان اجباري. الضمان، وكمان الماتيريالز ما هو قويه. الماتيريال، ما هو الماتيريالز الحلو ما هو يتبعه الضمان. الضمان لازم جميل. ادي ضمان عشان انا اطمن للشركه اللي انا بتعامل معاها، انا دي بتديني ضمان. جميل. طب ماشي، وانا بدي ضمان برضو في حاجه بعد الضمان، ان انا ادي ضمان وهمي. طبعا الكلام ده مرفوض، لازم تتابعي مده الضمان بتاعتك. يعني انا دلوقتي مدي ضمان 3 سنوات وبرضه منتابعها. يعني في ازاي بقى؟ اي مشكله لازم نروح، يعني مثلا انت كعميله عندك مشكله، حصل مشكله بالمنتج، لانه وارد اي منتج او اي منتج بتبيعي منه يحصل فيه مشاكل. نسبة تمام. مشكلة عندك لازم تكون من 1 لـ 5%. طب المشكلة دي لما توقع لازم انت تروحي كمان بعد البيع اروح احل المشكلة عند العميل في بيته. يعني تمام. مثلا بيطلبنا، بيطلب مثلا خدمة العملاء، بنبعت له فني متخصص في جميل. موضوع خدمة بعد البيع او الصيانة، في مشكلة عنده بيحلها وبيرجع. طبعا دي كويس. اللي بنت اكتر من كلمة ضمان. تمام. كلمة سهلة، انا هديك ضمان، فعلها صعب. ايوه فعلا. هي دي المشكلة. بس نحن الحمد لله بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على فعلها وليس على هو قولها. أريج للأساس متميزة بحاجات كتير جدا، متميزة بالبيع أونلاين وكمان الضمان. الضمان دي برضو مش موجودة، مش هي متاحة نتميز كتير. بحاجتين، هي الاونلاين اول حاجة، دي رقم واحد. رقم والديزاين اتنين والألوان والكواليتي، حاجات الالوان، كتير وهي جدا. فكرة الليفنج اللي احنا عملناها. طبعا الفكرة دي بقى لنا فيها 4 سنوات، اللي هي فكرة ليفنج كامل. الليفنج الكامل ده اللي احنا عملنا له فيديو مخصوص ليه ونجح ولقى قبول ولقى جاب من فوق الـ2 مليون فيوز. جميل. طبعا الليفنج ده هي عباره عن ركنه 3 في 2. هي فكره كانت في دماغنا كده ان هي ركنه، بس كله بيحتاج لركنه سرير النهارده. على حسب بقى المساحه بتاعته. لا بيقول لك انا عايز ركنه سرير. الركنه السرير النهارده المشكله انه لما تدخلي اوبشن كتير على المنتج بيبقى ايه؟ تمام. لما بيبقى اوبشن كتير بيبقى ايه؟ مش عملي. احنا ضفنا عليه كنبه سرير اضافيه بنفس الموديل، ودخلنا عليه اكتر من قطعه كده، 5 قطع، بيبقى ليها استخدامات كتير برضو، نزلنا وناس كتير بسعر بيبقوا 5500 جنيه هو ده. 5500. حلو جدا استاذ خالد، انت شرفتنا ونورتنا في الاستوديو بجد. انا يعني اشكركم على استضافتكم. المشاهدين استفادوا كتير جدا من خدمه اريج للاساس، وان شاء الله نبقى مع بعض فقرات تانية كتير. وشرفتنا باذن الله. طبعا اشكركم ان واشكر شاء الله. استضافتكم. ميرسي. نطلع الفيديو مع بعض. في الفيديو ده جايب لكم اقوى عرض ليفنج روم في مصر، عبارة عن 5 قطع اللي هي ركنة 3 في 2، هي قطعتين، ومعاهم كنبة سرير بتفرد بـ3 مستويات اللي هي كنبة وشيزلونج وسرير، ومعاهم ترابيزة انتريه تتحط قدامهم، ومعاهم قاعدة بف زي القاعدة كده. ونتحدى بيه الخامة، ونتحدى بيه السعر، ونتحدى بيه الكواليتي. ودلوقتي انا هشرح لكم على كل قطعة في هذا العرض. بالنسبة للقطعة الأساسية في العرض ده اللي هي الركنة بمساحة 3 في 2 في عمق 85 سم، عبارة عن قطعتين منفصلين باستخدامهم في أكثر من مكان. وبالنسبة للخامة اللي نتحدى فيها السوق اللي هي بالنسبة للخشب، الخشب زان طبيعي وليس الخشب الصناعي بزوافر الأسفنج. بالنسبة للأسفنج، أسفنج تاكي بكثافة 34 بسماكة 13.5 سم، كفيلة انها تعيش اكثر من 10 سنوات. بالنسبة للقماش، قماش شاموا مستورد بالوان مختلفة وبجودة عالية. وبالنسبة للكنبة السرير اللي هي بطول 185 سم، وبتفرد معاك سرير 1.20 متر، تفتح بـ3 مستويات اللي هي كنبة شيزلونج سرير. القطعة الثالثة عبارة عن ترابيزة مودرن مقاسها 90 في 60 سم، بف مقاسه 60 في 60 سم. شركتنا اسمها اريج، بتتحدى بالخامة والفينش والسعر، وبنقدم لك ضمان 3 سنوات على كل منتجاتنا. وكل منتجاتنا ممكن تطلبها من غير ما تنزل من بيتك خالص، نبعتها لك لغاية عندك وتطمن بنفسك عن الخامة. لمعرفة المزيد رجاء التواصل على صفحتنا على فيسبوك او على